مهنة كثيراً ما اقترنت بأفراح مصر وأتراحها وبالمناسبات الوطنية وحتى بمواعيد الانتخابات. إنها حرفة الخيامية التي ازدهرت بين العصر الفاطمي ثم حافظت عليها الأجيال المتتالية رغم ما يتهددها من شبح الاندثار. في المشاركة التالية يأخذنا هاني البكري إلى حي الحسين العريق التاريخي حيث مهنة الخيامية. هنا في هذا الحي العتيق حي الحسين بمصر القديمة مهن اندثرت ومهن أخرى تقاوم الزمن. من هذه المهن مهنة الخيامية، تلك المهنة التي اشتهر أصحابها بصناعة الخيام واللوحات القماشية، ومن هنا من هذه الأرض كان ينطلق المحمل النبوي إلى أرض الحجاز. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الذي تبقى من هذه المهنة؟ في هذا التقرير نجيب على هذا السؤال. مكان يطل على الزمان وكأنه الأبد. فن الخيامية هو أقدم الفنون اليدوية في مصر. يمثل هذا الفن مصر في أفراحها وأحزانها، طقوسها وعاداتها. فهنا كانت تصنع كسوة الكعبة، وكان ينطلق المحمل إلى الحجاز، وهنا أيضا تصنع أقمشة سرادقات العزاء وأقمشة الأفراح، كما تصنع اللوحات القماشية وملابس راقصة التنورة بألوانها الزاهية. هي مهنة تختصر بلدا. وسعادتك الشغل ده هاند ميد يدوي، بيشتغل على نول، واخد بال حضرتك؟ في قطع عندنا بتقعد 8 اشهر، في قطع تقعد 6 اشهر، واخد بال سعادتك؟ على حسب الديزاين نفسه وعلى حسب الشكل وعلى حسب المقاس، واخد بال حضرتك؟ فتبقى مقاسات صغيره فبتقعد وقت صغير، واخد بال سعادتك؟ في حاجات كبيره 2 في 3 متر ونص في مترين، 70 في 140، 90 في متر و60، متر في مترين، حاجات خفيفه، حاجات سوفت، حاجات دبل بصوف اللي هو الول، واخد بال حضرتك؟ فبتختلف من جزئيه لجزئيه، شغل صغير شويه 3 على السنتي، واخد بال حضرتك؟ فكل حته بتختلف عن بتاعها. الشغل ده من تصميمات حضراتكم انتوا؟ الشغل ده سعادتك من تصميمات كتاب معين، واخد بال حضرتك؟ بيبقى حاجات قديمه فبنحاول ان احنا نقرب منها، وزائد ان هي برضو ابداع الصنايعي نفسه، واخد بال حضرتك؟ فبيعمل عليها تعديلات تواكب العصر، واخد بال حضرتك؟ اللوحه ديت من حاجه بنروح نصادف ان احنا نقعد 3-4 اشهر نشتغل هناك. الناس كانت موفره لنا سبل الراحه وكانوا بيعاملونا احسن معامله، واخد بال حضرتك؟ الاخوه السعوديين كنا بنروح نقعد بال3-4 اشهر بال5-6 اشهر بعد ما بنخلص، واخد بال حضرتك؟ كانوا بيدونا اجر كويس وكنا بنتوكل على الله بنرجع مصر تاني. اللي اتمناه ان هو يعني يبقى فيه تعاون، واخد بال حضرتك؟ وحته ان هي بيبقى ناس تتعاون معانا، ونحاول ان احنا نرتقي بالمهنه اكتر واكتر. هنا كان لابد ان اقابل الصناع في ورشهم. حاج انت في المهنه دي بقالك قد ايه؟ دي بقالي فيها وانا بشتغل فيها وانا عندي 6 سنين. ابا عن جد؟ دي صنعتي ابا عن جد. وظروف الشغل اختلفت من زمان عن دلوقتي؟ كتير. اول حاجه اني ما بدات مفيش سياحه نهائي. وبعدين الاول احنا كنا بنشتغل في القماش وكده، بعدين طورناها بقت اللوح اللي انت شايفها دي كده قدام هنا، الطبلات دي. طبعا الحاجه دي ما بيشهاش للسياح بس. وعاوزين يعني حد يتمنى المهنه دي ويعمل لنا معارض ويعني وينشطها. تمام. الصناعيه في صناعيه شباب دلوقتي ولا لا؟ احنا كلنا كده ما نتعد يعني ما نجيش 50-60 نفر اللي هم معروفين. دي مش موجوده اللي عندنا هنا على 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 انحاء العالم، مفيش اللي عندنا بس انا اللي بنصنعها. بتصنعوا ايه ويا حاج؟ بنصنع اللي هو المناظر اللي انت شايفها دي كده، والعربي والاسلامي والرومي والمناظر الطبيعيه اللي زي دي كده بنصنعها. الخامات ايه يدويه؟ كل القماش ده قماش قطن. قماش قطن الاول بيخش على كذا مرحله. الاول بيتعلم، بيترسم الاول، وبعد كده بنبدا نشتغل، بعد كده بيبدا في الاخر بيديك الطابلو اللي انت زي ما شايفه ده كده.
حاج محمد مصطفى في شارع المواصلة، هو بيصنعها من السنة للسنة المحمل. القصة بتاعت الكعبة، وبيجيبها عبارة عن حتة صغيرة، وكان أبويا الله يرحمه كان بيجمعها، وإحنا كنا عيال صغيرة كنا بنساعده، وبتتجمع وكانت بتسافر بتركب في الكعبة. الصناعية كانوا بيركبوها هناك بنفس كان في ناس بتطلع بتسافر من هنا معاه، وكان في ناس من السعودية كانوا بيركبوها أحيانا. المهنة دي بتعمل برضو منها خيام؟ خيام؟ خيام. هذه الخيام ايه؟ جميع المأساة، جميع المأساة موجودة، من أول صغارة كده لحد أكبر مقاس. ده عجل الرسومات دي بتجيبها من دماغك ولا من دي كتاب؟ من يعني ملكة من عند ربنا. أنا عن نفسي ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، والحاجة دي أنا برسمها من مخي، ملكة من عند الله برسمها، ومش أي وقت أرسم، يعني مش أي وقت إن أنا أرسم الحاجة دي، أنا برسمها كلها من مخي. طب مع الوقت هل المهنة دي هتستمر؟ أنا ما يعني مع الوقت ما يعني أتوقعش إنها تستمر، لأن تعبنا فيها، تعبنا من المهنة، وده كلام حقيقي، مش كلام كده وخلاص، أنا عن نفسي تعبت منها. شيوخ وكهول يصنعون فنهم بصمت وبلا صخب، آمال وآلام لصناع هذه المهنة التي تعد من أقدم المهن اليدوية بمصر. ماض عريق ومستقبل يقاوم الفناء. هاني بكري، BBC، أنا الشاهد.